تفقد محافظ أسيوط شمب النصر مدرسة علي مبارك الابتدائية المشتركة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة وانتظام العملية التعليمية بها. ووجه محافظ أسيوط بزيادة عدد الفصول لاستيعاب الكثافة الطلابية بالمدرسة، فضلا عن نقل الرواكد الموجودة بالمدرسة إلى المدرسة الصناعية التي يتم تجميع رواكد فيها من كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لفرزها وإعادة تدويرها وإصلاح الرواكد والخردة الموجودة بها والاستفادة منها بمشاركة قطاع التعليم الفنية.